كيف ما كتشوفوا معنا اعزائي المتابعين ومتابعات قناه شوف تي في، في هذه اللحظات جوله داخل الاحياء مدينه الصويره من اجل حث المواطنين على البقاء داخل المنازل ديالهم، عدم الخروج والتزام بالتعليمات والبلاغات اللي كيصدروها الجهات المختصه. اخواننا ماشي من الصويره اللي كانوا ما عرفش راسي، ولكن ما بعيدش بزاف على الصقاله، ما بعيدش بزاف على الصقاله حيت عرفت البطاقه ديال الصقاله. الاخوان الاجواء هانتوما كتشوفوها، كاين التزام كبير داخل الاحياء اللي هي عفوا بلاكورت كيف ما شفتوا معنا قبيله، شويه في المدينه القديمه من جهه باب الشكاله لوطوروت، ولكن داخل ما شفتوا معنا في لايف اخر الناس ما ملتزمينش بزاف بالتعليمات، هادشي علاش كتشوفوا عاوتاني السلطات المحليه عاوتاني باشرت معاهم العمليه ديال انها تحاول توجه لهم نداء مباشر في الشوارع بحال هكا في ليجان كيخرجوا باش انهم يحطوا الناس انهم ما يخرجوش من المنازل ديالهم باش انهم يبقاو بالمنازل ديالهم ويغسلوا يديهم ويبقاو بعاد تفاديا لاي اصابه محتمله الله يحفظ في خلال هاد المده هادي.
حاليا في البحيرة. شكرا لك اخويا حسن ساحل، شكرا. حساب حسن ساحل الجزئية الخامسة. كنشكرك خويا حسن على